رجعنا من جديد في زون ميكس تاخذ جزء من حصتنا اليوم. اكيد نواصل نحكي عن انتخابات نادي صفاقسي. نجد معنا بالتليفون السيد سلمان برمضان، واحد من قائمه اعضاء قائمه السيد المنصف خماخم الرئيس الحالي لنادي صفاقسي. سي سلمان اهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. مرحبا. دونك اكيد انتخابات السي اس اس على الابواب، قائمه المنصف خماخم قدمت رشحها مرة هذه. اكيد تعرفوا الانتخابات اللي فاتت الناس الكل ما تقدمتش حتى قائمه لترشح رئاسه السي اس اس. شنو هو اللي خلى الهيئه الحاليه تبدل رايها وتدخل الانتخابات الجايه في سلمان؟ والله احنا في البدايه معناتها ما قدمناش ترشح بتاعنا، حبينا الاخوين اللي نجموا يعاونوا النادي الصفاقسي او اللي يشوفوا فيهم الكفاءه، معناتها يشوفوا في روحهم الكفاءه باش نجموا يخدموا النادي الصفاقسي في المرحله هذه في الظروف هذه، خلينا لهم الفرصه. لكن مالوريزمون حتى قائمه ما تقدمت في الموعد الاول. السيد منصف خماخم رئيس النادي شاف انه الوضعيه الحاليه يعني لا تحتمل الفراغ، واللي النادي الصفاقسي باش يعاني اكثر صعوبات في حصول معناتها حصول في حصول فراغ في الهيئه المديره. شاف من الافضل للنادي الصفاقسي لمستقبل النادي الصفاقسي تقديم ترشح نتاعو من جديد للحفاظ على سمعه النادي الصفاقسي والهيبه تاع النادي الصفاقسي، بيان سور مع تحضير كما نقولوا معناتها برنامج المستقبل القريب للنادي الصفاقسي. من فضلك سي سلمان لو كان تحكي بالكيت تحاول تحكي بالكيت، والا بعد شويه من فمك بخط باش نسمعك باش يكون الصوت اقوى. والله انا من غير كيت هذيك هي خط الميكرو قريب شويه لفمك. باهي سي سلمان، شنو برنامجكم للمده الجايه في قائمه السيد منصف خماخ؟ برنامجنا احنا نعرفوا النادي الصفاقسي منذ 4 سنوات، معناتها تولينا رئيس النادي في ظروف صعيبه ياسر، تعرف اللي كانت الديون في حدود 8 مليارات، السيد رئيس النادي منصف خماخم كان تعهد باستخلاص الديون، هذاك اللي قمنا فيه في مرحله اولى مع الحفاظ على سمعه النادي واللعب من اجل الالقاب، معناتها كي نقولوا اللعب من اجل الالقاب ليس معناتها بالضروره الحصول على الالقاب، معناتها قعدنا نلعبوا ديما لبريمير بلاس في الشوط الشامبيونان او في البطوله الافريقيه، معناتها في موسمين عملنا كار فينال خرجنا على في ضربات جزاء، ديمي فينال خرجنا في ظروف معناتها يعرفوها لعبت الكل ضدنا في التركان، هذوما الفرق اللي قاعدين معناتها عندهم موارد ماليه جديده ومعناتها تقويوا على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد المحلي ولاو ينافسوا في اعلى الفرق معناتها الافريقيه او حتى المغربيه. يعني النادي الصفاقسي حافظ نوعا ما على الهيبه نتاعو، سيبريك في 4 مواسم تحصلنا على لقب، خسرنا نهائي بضربة جزاء من الترجي الرياضي التونسي، خرجنا في 2 مسابقات ربع نهائي ونصف نهائي كأس افريقيا. نعرفوا معناتها النادي الصفاقسي اللي هو فريق يلعب من اجل الالقاب، دونك احنا البلان تاعنا بقدرة ربي وبرنامجنا باش يكون من يعني المحافظة على هيبة النادي الصفاقسي واللعب ديما من اجل الالقاب ان شاء الله. بالنسبة لخلاص الديون عندكم برنامج حضرتوه سي سلمان؟ نحن بصدد معناتها منذ فتره تحضير معناتها كسوسوا للهيئه نتاعنا او الهيئه اللي بتدخل اعاده جدول الديون النادي الصفاقسي، وخاصه اعاده يعني اون فا رينيغوسي لي كونترا دو سبونسور نتاع النادي الصفاقسي، هذه حاجه مهمه ياسر. ثاني حاجه فما السيد رئيس النادي السيد منصف خماخم اللي هو كما يعلم الجميع يعني امد النادي الصفاقسي خلال 4 سنوات بمبلغ معناتها قياسي معناتها بارابور زوتر بريزيدون، يعني رقم قياسي للغايه في حقيقه اذا ما تتقال. قديش الرقم؟ كيفاش؟ الرقم قديش؟ في حدود 22 مليار. هذا سلف ولا مد من السياسات ولا شنو بالضبط؟ باش نفهم دين. هذوما تصفقه من رئيس النادي، هو يشوف روحهم بعد لجماعتين سلف ولا يعطيهم او قسط منهم يعطيه هيبه للنادي الصفاقسي، هذه معناتها ترجع لرئيس النادي. لكن تعرف انت تو في الفوتبول معناتها جينيرالمون اللي يعطي الفلوس حتى سلف في الاخير انا نقول لك يتخلى عليها. به اهم موضوع نكمل به معاك. تعرف موارد النادي الصفاقسي في حدود 4.5 5 مليون دينار او في اقصى حد يكون في 5.5 مليون دينار، مصاريف النادي الصفاقسي في حدود 16 17 مليون دينار. يعني كما يعني مونك مينيموم دو 11 مليار بار سيزون، يعني يلزم مع الحاله اللي نعيشوها
اليوم معناتها هي حالة عالمية نوعا ما مع الكوفيد مع الاسبونسور، معناتها احنا نطمو باش نزيدوا في الاسبونسور نتاعنا وباش نزيدوا في الارقام مداخيل النادي الرياضي. اليوم الاسبونسور والعباد الكل يقول لك لا ظروف كذا باش ينقصوا، دونك الحاله ما نخبيها على حتى حد ماهيش سهله. لكن الهيئه المديره معناتها بعد الاجتماع قدمنا القائمه نتاعنا ان شاء الله نحافظوا على هيبه النادي الرياضي، ولما لا معناتها كما قلت لك معناتها نحاولوا باش نحسنوا من نتائج النادي الرياضي فيما يخص الحصول على الالقاب. اما سكي يسير النادي الرياضي باش يقعد ديما يلعب من اجل الالقاب كما مرتبه ثانيه او مرتبه ثالثه ديما بوديوم معناتها. لكن بحول الله اثناء في المواسم هذوما زوج القادمين اذا كان في صوره ترشحنا بحول الله نادي الرياضي باش يكون افضل ان شاء الله. نكمل معك اخر سؤال سي سلمان، اهم سؤال اكيد لان الحباء السياسي الفريق قادم على شي يونس كبير العام الجاي اللي هي تشامبيونز ليغ. انتدابات ما فماش لحد الان باستثناء تقريبا ليبيا سولا، فما سامي جاي للسياسي قريبا؟ نحن بصدد معناتها معناتها ننظروا مع الاطار الفني للنادي السياسي في بعض الاسماء سكيسير ما فماش ان غرون بيتي بالانتدابات. لكن فما اول حاجه لي جون يهمنا نعطيوهم بلاصه، مش الفايده انك تكثر في الانتدابات تنجحش، باش نعملوا كيلكو ريكروتمون سيبلي في الاماكن اللي باش يكون الاطار الفني هو حاجته به. وبطبيعه الحال احنا كما قلت لك فما اسامي محطوطين على الطاوله، ان شاء الله في القريب العاجل الوقت اللي يلزم يقع الاعلان على الاسامي اللي باش تنتدب من الدراسه في ان شاء الله. من تونس ولا من الخارج ولا من ومن؟ منا ومنا في المومون بون سور المارشي لوكال فما اسم ولا زوز يعني الحقيقه باش نبدو واضحين معناتها في الصعيد المحلي، لكن فما ثلاث اربع سمي على الصعيد الافريقي ان شاء الله نحن بصدد، لكن مش باش يكون عدد كبير من الانتدابات بتقدر باش تكون في حدود زوز ثلاث ملاعبين ان شاء الله. نجموا نعرفوا لي بوست على الاقل؟ ولا لي بوست باش يكونوا في حدود ممكن فما العاب او مهاجم هذوما سكيسيور ان شاء الله. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك السيد سلمان بن رمضان على كل التفاصيل اللي مديتنا بها، بالتوفيق ان شاء الله ليكم وكذلك القائمة الثانية في انتخابات فريق عاصمة